السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى يا ربي احوالكم تكون طيبه وتكونوا بخير وعلى خير. جيت البنات عند كاغولين اللي كناخد عندها ديما المنتوجات الالمانيه، ناخد شي حويجات خاصيني، ولقيتها دخلت سلعه جديده وقلت نصور لكم شويه مقتطفات باش تاخدوا هكا فكره على لي برودوي اللي عاد دخلت. المهم تبارك الله دخلوا من كل حاجه شويه، كاينين هكا لي برودوي كوزميتيك، سواد لو جيه درجال العيالات، لوكور الدراري الصغار، كل شيء عندها موجود. دخلوا كذلك حتى هذا المواد الغذائيه، لي كابسول، لي بسكوي، الكافي، المهم داكشي مخلط، حويجات ديال الكبار، حويجات ديال الصغار، كل شيء دخلوا منه. وهنايا البنات بين بارطاجي معكم هادو، عاد جابوهم، جابوا لا لويفيرا والبوغ دو كاريتي والزبده ديال لافوكا، كيبيعوهم هكا في لي بوب العبار. كاين هاد هاد البوش صغير 30 درهم والكبير دايرين ليه 50 ولا ما عرفت 60 درهم، المهم ما عقلتش اكزاكت على لو بري. انا نبارطاجي معكم شنو خديت عندهم. خديت هاد شامبوان دي ميلور ديالو، هذا غزال ديما تناخدو، فيه 98% من المواد الطبيعيه. نورمالمون كناخد هذا مع الماسك ديالو، شامبوان داير 80 درهم. هذه الخطره خديته مع الماسك، يجي في واحد الحك. دابا خديته مع هذا الديميلور، هذا اول مره نجربه، ما عمرني جربته، دونك تنقول لكم كي جاني. غير واحد الملاحظه البنات، الا بتاخدو خدو هادو اللي مكتوبه فيهم فروكتيس، لان غارني د المغرب خرجت واحد ديجا جربته ما زوينش، ولكن هذا ديال فروكتيس زوين. خديت كذلك هذا الكريم ديال النهار ديال فيتال من لا مارك باليا، زوينه لي هيدراتاسيون والتجاعيد اللي يلا غيبداوك. انا اول مره غنستعملها، ولكن ماما هي اللي كتاخدها بزاف وديما كتشكرها ليا. جربتها عندها دوفوا وصراحه ما حرقت لي وجهي ما والو، وعطاتني لي هيدراتاسيون. كنت نورمالمون كندير تريتمون ديال فيتامين سي، هذاك نيد باليا، الناس اللي عندهم لا بو سونسيبل ننصحكم به، ولكن ديروه في لا بيريود ديال الخريف والشتاء، بعدو عليه في الشمس نهائيا. خديت كذلك هاد الحكاكه هادي ديال القدام، اول مره نجربها ما نقدرش نقول لكم عليها والو. فيها دو فاس، فاس حرشه وفاس رطبه. بالنسبه لاكريم خديتها ب 70 درهم، تيميلور شامبوان ب 80 درهم. خديت كذلك هنايا الزبده ديال الشيا، نجربها ونقول لكم كي جاتني. بالنسبه للاستعمال ديالها تقدروا ديروها لوجهكم، شعركم، سورتو التقصف، قبل ما تدخلوا الدوش وديروها لاطراف الشعر، ودعوا لي التقصف. وكذلك انا كنستعملها بوما ليفغ، غزاله. جربت لي مارك تاع يد ديال بوما ليفغ، كتبقى زبده الشيا احسن حاجه ديروها لفمكم، سورتو اللي عندهم الفم تينشف بزاف. وهنايا واحد التعاونيه كاينين حدايا، خديت عندهم هنايا الزيت ديال الكوك، ديما كناخد شحال من خطره خديت عندهم الزيوت، عندهم الزيوت زوينه. وندوزو دابا ندخلو للكوزينه. غادي نوجد البسبوسه، عندي هنا في المقادير 4 د البيضات يكونوا بحراره المطبخ، عندي كاسونس ديال عصير د الليمون، عندي كاسونس ديال الزيت، كاسونس ديال سنيده، نص كاس ديال الكوك، 4 ديال السميده رقيقه زدت معها قبصه د الملح، جوج خمارات حمرين من وزن 8 غرام، وواحد الساشي د الفاني. غادي نجي نبدا نخلط المكونات. بالنسبه للعبارة البنات، دائما كناخد العبار بكاس ديال العنبه، المهم نتوما الكاس اللي درتو غتعبروا به المكونات كامله. الخليط انا كنخلطو غير بالتراب اليدوي، بغيتو ديروا نتوما الخلاط الكهربائي او لا التراب الكهربائي اللي عجبكم، انا كتجيني غير باليد سهله دغيا فيت في، ما تحتاج زعما شي جهد او لا الوقت بزاف. اول حاجه كنخدمها، كنخدم هنايا البيض مع داك السكر سنيده والفاني، تينسجموا مزيان مع بعضياتهم. من بعد عاد كنجي كنبدا نضيف السوائل، كنبدا بالزيت هو الاول، وكيف ما كيبان لكم ما كنخويش بخطره، كنبدا نضيفو تدريجيا يعني نستسمح. والله البنات الا اصعب حاجه هي هاد الفوا اوف باش تبداي تدخلي الصوت، صعيبه بزاف، ماشي بحال ملي كتصوري ديريكت. المهم ما علينا. ضفت كذلك هنايا عصير د الليمون، حتى هو بنفس الطريقه كنضيفو تدريجيا شويه بشويه. عاد من بعد كنضيف المكونات الاخرى، ضفت هنايا الكوك، ودائما الحاجه نضيفها نخلط. من بعد غنجي ناخذ ديك الخميره، غادي نضيفها كذلك على ديك السميده الرقيقه اللي ديجا فيها الملحه مخلطه معاها، وغنخلطهم مزيان. عاد غادي نبدا نضيفهم للخليط، وغادي نخلط مزيان حتى نتاكد ان هذيك السميده كلها دخلت في الخليط.
من بعد غادي نجي نخدم قله ثقيله. سمحوا لي كتسمعوا الصداع حدايا بناتي هنايا تيهضروا. المهم من بعد غادي ناخذ المقله الثقيله، اكيد كنكون دهنتها قبل بالزيت، عاد كنرشها بالسميده وغادي نجي غادي نخوي الخليط. الخليط كيف ما كتشوفوا كيبان لكم خفيف، دائما البسبوسه ملي كتكون فيها اصلا مع راكم عارفين السميده هي اصلا فيها السميده كتشرب من بعد، يعني دائما تقريبا انا كاع البسبوسات اللي كندير كلهم كيكون هكا القوام ديالهم جارين. غادي ندخلها الفران مسخن على 180 درجه اللي شعلته ديجا من قبل، وغادي نخليها تطيب. الطياب ديالها ساهل، اون فوا كتبان لكم تحمرات من التحت مزيان غادي تجي تشعلوا عليها شويه الفوق بوحدو حتى تحمر من الفوق. ايوا دابا ندوز نجمع هاد الروينه اللي رونت. عرفتي مني كتكوني ما كتصوريش، راه ماشي هي التصوير البنات، راه غير وصفه وحده الا كنصورها مني كندور مورايا كتخلعني الكوزينه. دار ربي طويل الخير هاد لا فيسيل، وحق الله الا زعما الله يرحم اللي اخترعها، دار فينا خير وخير كبير. مهم اول حاجه بعدا قبل ما نبدا نستف المعان، هذيك اللقطه ما صورتهاش معكم، غادي نجي نغد ليه الغداء دايره ليهم الحوت ديال الصول. هاي باليكم في ديك الشبيكه البيضه تما شديتو غسلتو وخليتو كيتسقطر، عاد غادي ندوز هنايا. راه الزوج الكريم بغى يشرب وعطيتو الماء، يكون شتو يا البنات لعبنا انا وياه اليوم كاشكاش، هو ما داش على التصوار وعلى اليوتيوب صافي بحكم انني راه توقفت مده 7 شهور وانا حاطه الكاميرا في الدخله ديال الكوزينه باش كنصور، باش هكا كتكون نظره شامله نشد الكوزينه تقريبا كامله. وكينسى واش كاينه راه شي ثلاثه الخطرات هو تيدخل، نعاود نحبس داك الفيديو، نعاود نبدا الفيديو عاوتاني، ندير ستوب ونعاود نصور، وينسى تاني ويجي يدخل. لعب انا وياك كي قلت لكم كشكش، قال لي والله الا تهنيت ديك الوقت اللي كنتي ما كتصوريش. هنايا كان بعدا كينفعني كيمد ليا الحاجه اللي بغيت، بحكم راه المهم درت تغييرات في الدار بزاف د الحويجات، غير شويه بشويه ان شاء الله تنوريكم بزاف د الحاجات اللي بدلت، خصوصا الصالون تبدل مليون في المية. لا الديزاين اللي كاين فيه، لا الديكورات اللي فيه، لا المهم بزاف د الحاجات. بلا ما نحرق لكم المراحل تنصور لكم ان شاء الله من بعد ما ساليت الروينه والاصلاحات والصبغه وهذا. بديت في الفراش وكنفرش، كنجيب حاجه واحد الحاجه اللي درت حيت تعلمت استسمح تعلمت من اللي فات، ما بغيتش نجي ونبدا ندفع كل شيء بخطره. سدادر ديجا راه شفتهم قبل ما نبدا الاصلاحات كاينين، جبت المضارب، كان قديت واحد الديكور، المهم جديت كنخلي الحاجه حتى كتطلع وكنحطها، عاد كنشوف الحاجه اللي موراها، كنشوف هذيك اللي جات وكنشوف ديك الحاجه اللي صايبت كنشوفها وكنشوف الحاجه اللي في بالي واش غتجيني مع داك الديكور الجديد. هكا غادي خديت وقتي الكامل، وحتى في الثوب اللي عطلني صراحه بزاف بحكم هاد الكونفينمون اللي كانوا، هادشي ما دخلت سلعه جديده للمغرب خصوصا فيما يتعلق بالثواب، ما كنتش بغيت نزرب حتى دخلوا تويبات جداد حيت داكشي اللي كاين اصلا من امتى هو كاين في السوق وما عجبنيش، وما بغيتش داكشي مشارجي وكنبغي انا الوان هادئه. بلا ما نحرق لكم المراحل ان شاء الله راه قريب الصالون يوجد. دارت معايا سناء اكلان دي كوموند هي عند ما فرشت صالوني، دارت معايا ان شاء الله ان شاء الله غادي يجي هاد الايام، عاد ديك الساعه تنحط عاود الصالون. عاد غادي نشوف السطور اللي غيجيني معاه وغادي نشوف الزربيه، المهم حاجه بحاجه شويه بشويه كي قلت لكم نكمل حاجه عاد ندير حاجه. نرجعوا لموضوعنا، رتبت المعنات في الكوزينه، انا خدامه وانا كنهضر مع راجلي، مسحت البوطاجي عاودت ليها بهكا بابي نقي ناشف باش كنحافظ على لابغيونس ديالها. جيت هنايا كنقاد في الطبيله كنحط لي بلا، حطيت هنايا شويه ديال ليدام. راجلي جا مني كيهضر معايا كيقول لي يا ودي يا ودي على اللي كتصور، شوفي حاشاكم الزبل ديال الخماره فين طايح مني درت البسبوسه ما رضيتش ليه البال. هنا اللي دم حطيت شويه العسل شويه داملو شويه الزيت البلديه، وكان هنايا واحد الزبله درتها البنات راني ما صورتهاش ليكم. كنهضر مع راجلي في داك البلاكار الصغير اللي عندي فوق البلاك، كنهضر مع راجلي ويديا في البلاكار وانا نجر دوك اللعيبات فاش كندير البيض ديال ايكيا ديال الحديد ديال الزاج، عرفتي راه تفرشخت تبقى على قدها د المعن، يدي والبلا والباس المهم ما صورتهمش لكم.
هنا طليت على البسبوسه وراكم شفتوا يا البنات داك الفران كي دايره حالته اكسبري، خليته هكاك باش ان شاء الله نبارطاجي معكم واحد الوصفه اللي كنديرها ليه خطيره زوينه 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 بزاف. كيتنقى الفران ديالكم بلا تماره بلا جهد بلا والو، داكشي علاش خليته يتوسخ باش يبان لكم مزيان. خديت الطق ديالي جاب راجلي دخلتها زيت منها حيت بغيت الليمون، على حساب هو باش غنسقي البسبوسه حيت البسبوسه اللي درت ديال الليمون كتجي غزاله البنات. خديت انا ما كندير صراحه واحد العبار عيني ميزاني، عصرت هنا الليمون غير هو واحد القضيه، الا درت مثلا ثلاثه الكيسان ديال العصير ديال الليمون كندير كاسون سنيده، ديما السكر كندير نص الكونتيتي اللي عندي ديال الليمون. شعلت عليها البوطه وغادي نخليها كتغلي، حتى يغلي عاد غادي نطفي عليه. جيت نحيد لاباري فاش عصرت الليمون، كنحاول اللي خدمت بيها ردها بلاصتها. الا كانت غتغسل الحاجه غنحطها في الليفي، كانت الحاجه ديال لافيسيل غنديرها ديريكت في لافيسيل. اباراي ولا اي حاجه جبتها خدمت بيها ساليت منها نمسحها سور بلاص وردها بلاصتها باش هكا ما تعرمش عليا الروينه، خصوصا انا راني مازال متبوعه بالغدا ديال الغد لي غادي نديرو، وباقي بين صايب واحد المشروب ساخن ديال الشوكولات كيحمق عليه راجلي، هو اللي طلبوا لي اليوم خصيصا، هو اللي بغاه، واخا حنايا كنفضلوه سخون هو كيبغيه يكون بارد. المهم كيبقى لكم الاختيار، في كلتا الحالتين هو زوين. في الصيف انا بيني وبينكم كيعجبني في الصيف يكون بارد، اولا في رمضان بنادم كيكون شحفان، وهكا ملي كيكون الحال سخون كيعجبني، ملي كيكون الحال بارد كيعجبني نشربو سخون، سواء كنديرو هو سواء كنجي كناخد غير الحليب كنفيضو كنديرو في شي كاس وكندير معاه هكا قطع ديال الشوكولات ديال مارس داك ب5 دراهم كيجي غزال حتى هذاك، كنخليه حتى كيدوب داك لوغو ديال الشوكولا والكراميل يا سلام. هنايا السيرو تقريبا راه وجد، البسبوسه راه خرجتها حيت ما خصش يكون بجوجهم يكونوا سخان، دائما واحد يكون بارد واحد يكون سخون. البسبوسه جبتها قبل من الفران راه محطوطه نيتها تبان لكم في داك القنت اللي فوق البوطه، خليتها تما تبرد بان اتوندون يوجد ليا السقوه باش غادي نسقيها اولا القطر. صافي كنطرف كنجبد المعن كنشوف شنو خاصني فوق الطبله، وسمحوا لي البنات هنايا ما رديتش البال لا كاليتي ديال الفيديو كنتفلو ما رديتش ليها البال، حتى بديت تنصور هنايا راه واقفه وكنفكر اشنو غادي نحط، اشنو باقي خصني واشنو غادي نحط. كنفكر نحط شويه ديال الفاكهه للبنات، كنقول واش غادي ياكلوها ليا عاود ولا ما ياكلوهاش. هنايا هنايا هادشي اللي هرست كنقول لكم دازت اللقطه، لا مازال ما دازت، هنايا فين درت ديك الفضيحه، هنايا فين هرست المعنات. المهم هي السقوه من بعد ما غلات مزيان اولا داك القطر شديتو خويتو على البسبوسه وغادي نخليها تشرب، غادي ندخلها للثلاجه حيت كي قلت لكم ديجا عندي البسبوسه بارده بردات ماشي بارده عاوتاني، المهم دفات غنقدر ندخل الطاوه للثلاجه. انا عندي الطاجيرات ديال الطاوه ديال عندي الطاجيرات ديال الثلاجه استسمح ديال الزاج، دونك ما نقدرش ندير عليهم شي حاجه سخونه. هنايا بيت نصايب داك المشروب اللي قلت لكم، وقدامي رديت الباربات تسلق في الكوكوت ودرت الدنجال والفلافل يتشواو. بالنسبه هنايا عندي نصيط رود الحليب درت ليه 2 معالق ديال الكاكاو، معلقه ديال النشا مايزينا، واحد الفانيا، ولا كنتو دابا على حسب الشوكولات اللي غتستعملوا، الا كنتو غتستعملوا الشوكولا غيش كيكون مر غتزيدوا معلقه ديال السكر كلاصي، كنتو غتستعملوا شي شوكولات اللي حلو ما ديروش داك السكر كلاصي. المهم المكونات ضروري تغربلوا. جيت هنايا بقيت كنحرك حتى كيغلى الخليط، عاد كنجي كناخد الشكلاط، الشكلاط كتزيدو 200 غرام، انا كنفضلو صراحة بميلكا كيعطي واحد لوكو غزال، هادو ديال ميلكا فيهم 100 غرام، الشي اللي درت انا 2 باكيات ديال ميلكا، وغادي نخلط مزيان حتى يدوب الخليط. هنا ملي كنضيفو الشكلاط كنطفيو العافية.
باش ما يتحرقش لينا داك الشوكولاط. واصلا سوا الشوكولا غيش او لا هاد ميلكا راهو ساهل دغيا كيدوب، ما كيحتاجش منا وقت او لا يحتاج العافيه. هانتوما شفتوا القوام ديالو البنات كي كيجي شويه ثقيل، غنطفي عليه غادي نفرغو ديريكت في الكؤوس، وتقدروا تزينوا بالكريمه ولا تزينوا باش ما بغيتوا. هانتوما البسبوسه البنات ديالنا كي كتجي غزاله وكتجي شاربه فازكه شاربه السقوه، وخصوصا البنات الا خليتوها حتى باتت ما نعاودش لكم. تزين كنزينها فقط بالكوك من الفوق صافي. حطيت هنايا شويه د الفاكهه، حطيت ليهم كذلك الخبز، وصوت كلينا اللهم تقبل يا ربي، والله يجعلها نعمه دائمه واحفظها من الزوال. وهذا هو الغديوه ديال الصباح. انا بالنسبه للحوت اللي درت انا طيبته في الفران، وديال البنات خليته ليهم حتى الغد اللي عاد هيقليوه، درت شليضه الزعلوك والبربا، ودرت بطاطا في الفران. راه ديما كنبارطاجي معكم الطريقه ديالها، كتجي غزاله انتما شفتوها، كتجي بحال شكل ديال الفريت. ايوا صافي جمعت الروينه، الحاجه اللي بغيت دخلت الثلاجه دخلتها. هنايا هادو ديال العسل وهذا خليتهم حيت غيحتاجهم للفطور ما دخلتهمش. خليت هنا الزعلوك حتى يبرد، وغسلت شي معنات خليتهم كيتقطروا، وشي تمر حتى هو غسلته على حساب الحريرات الصباح. وجيت هنا نجلس نتفرج شويه متبع داك الفيلم ديال لوبان. المهم ما بيش كفيلم ما بيش، هذا هو نهاري، كدوزت نهاري. هنا نقول لكم سلام عليكم، خليت لكم راحه البال، تهلاو في راسكم.